تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف من توقيف 4 أشخاص من بين امرأة تتراوح أعمارهم بين 26 و 31 سنة لضلوعهم في جريمة تكوين جمعية أشرار والسرقة تحت طائل التهديد مع الضرب والجرح العمدي وإنشاء محل الفسق والدعارة، حيث قام أفراد هذه العصابة بالاعتداء على الشابان بالسلاح الأبيض مع سرقة أغراضهم الشخصية ومبلغ مالي معتبر تحت طائلة التهديد. كما يقوم أفراد هذه العصابة باستغلال منزل أحد الموقوفين لممارسة الرذيلة من خلال تأجير شقق هذا المنزل. من جهة أخرى تمكنت أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتنس بعد القيام بعملية تفتيش المنزل من استرجاع الأشياء المسروقة مع حجز عدة أسلحة بيضاء تتمثل في سيف منجل سكاكين وخناجر وعصي تستعمل من طرف أفراد هذه العصابة في تنفيذ أعمالهم الإجرامية.